السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أبو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي للناس المشتركة مع القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي، تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد النهاردة فيديو مهم جدا لكل المربين وحابين الكلاب، وأصريت اللي أنا أعمله دلوقتي ده مش مواعيد الفيديوهات بتاعتي، بس أنا أصريت اللي أنا أعمله بسبب الموجة اللي إحنا فيها دلوقتي أو موجة البرد الشديدة. طبعا دي مؤدية اللي ممكن في أي وقت أو لا قدر الله تلاقي الكلب بتاعك راح منك بسبب الموجه الشديده اللي احنا بنعيش فيها. طب ايه المشكله يا ابو مصطفى؟ طب وهنا نعمل ايه يا ابو مصطفى؟ انت كده خضتنا. الحلول بسيطه جدا وسهله وبسيطه جدا لكل مربي. طبعا المشكله دي طبعا هيعاني منها جميع المربين، يا رب ما حدش يشوف عندكم اي وحش او مكروه في كلابكم ان شاء الله بامر الله. طلع لكم النهارده فيديو مهم جدا لازم تعمل اللي انا اقول لك عليه. طبعا الكلب بتاعك مهما كان هو ايه، لو مناعته ضعيفه الكلب طبعا هيسوء، واي مشكله بالنسبه للبكتيريا او الفيروسات هتملك الجسم، وطبعا بتبتدي هنا مرحله الخطر للكلب. طب يا ابو مصطفى انا مطعم كلبي ومديله سوماني ومديله سباعي ومديله احادي ومديله عشاري ومديله مش عارف ايه، طب الكلب كده بتاع ابو مصطفى انا مديله جميع التطعيمات، مهما تديله من تحصين تطعيمات ملوش علاقه بالفيروسات او البكتيريا. اللي بيحدد هنا يا جماعه او اللي بيخلي الكلب يعيش معاك اطول فتره هي المناعة، مناعة الجسم. ربنا خلق كبشر أو في الحيوانات في حاجة اسمها جدار مناعة، في حاجة جسم مناعي، في هو ده الحائط الصد، هو ده ضد الأمراض، ملوش علاقة بالتطعيمات، ملوش علاقة بالتحصينات، لا أنت بتحصن كلبك أو بتطعم كلبك ده شيء وده شيء خالص تاني. إحنا هنا عايزين نرفع مناعة الجسم، مناعة الجسم اللي هو الجهاز المناعي، لو اترفع أو الجهاز المناعي هنا بقى كويس يبقى أصبح هنا اللي أنت بتدي إشارات للبكتيريا أو الفيروسات اللي هي هتخترق جهاز المناعة، بتقول لهم يا جماعة لا أنا جهازي منيع، حتى لو أنا تعبت من أقل الحقن أو من أقل البرشامة أو من أقل الأدوية هخف. ليه؟ يبقى أنا كده لأن المناعة بتاعتي عالية. إنما لو أنا متطعم والبكتيريا دخلت لي أو الفيروسات دخلت لي والمناعة بتاعتي ضعيفة، يبقى ما لو أنا عايز شركة أدوية دخلت لي جوه الجسم مش هتعمل أي حاجة. ليه؟ لأن المناعة قليلة. يبقى احنا كده بروزنا اهم حاجة في الشيء، اهم حاجة في جسم الكلب المناعة. المناعة عالية يبقى اقل اي حاجة الجسم هيتعرض ليها، اقل ادوية الجسم هيشفى ان شاء الله طبعا ده باذن ربنا. طب عشان ما نطولش الحلقة، النهاردة جايب لك علاج فعال ومنتج اللي هو هيقدر يقضي على او يقدر يدي حاصل منيع ضد جميع الامراض، ضد البكتيريا، ضد الفيروسات، ضد جميع اي مشاكل، وخاصه في الوقت العصير اللي احنا او العصيب اللي احنا بنعيشه دلوقتي، ولازم لازم تحمي كلابك من المشاكل البكتيريه او الفيروسات. طب نعمل ايه يا ابو مصطفى؟ رقم واحد الف ب عشان نرفع المناعه، اي من عمر شهرين، من عمر شهرين لست شهور هنجيب حاجه، كل الادويه صيدليه بشري. اول شيء خالص بجيب حاجه اسمها برمنجانات البوتاسيوم، الازازه اللي احنا قلنا عليها اللي هي البودر او المحلوله. لو انت لسه اول مره شفنا ارجع للفيديوهات القديمه هتلاقي يعني ايه برمنجانات البوتاسيوم. برمنجانات البوتاسيوم بتجيبها سواء بودر او محلوله، بتجيب منها غطيين على لتر ميه، وتبخ المكان اللي الكلاب فيه او بترش المكان اللي الكلاب فيها. طيب بتعمل غطا واحد ثلاث غطيان على لتر ميه وبتغسل بيه وش الكلب كل يوم او مرتين في اليوم، تمام؟ طيب غطا واحد على لتر ميه وبتخلي الكلب يشرب. طب الكلب ما يشربش بالسرنجه في بقه، على قد ما اقدر بخلي الكلب يشرب بالسرنجه في بقه. ده اي عمر، عمر شهرين، عمر 45 يوم، عمر اطفال جرو صغيره، عمر سنه، عمر اتنين، زي ما قلت لك المعايير. يبقى ثلاث غطيان على لتر ميه علشان ارش المكان، تمام؟ غطيين على لتر ميه علشان اغسل وش اللي بق الكلب كده واغسل وشه كويس، تمام؟ بحيث ده بيبقى عرضه للبكتيريا. غطا واحد على لتر ميه بخلي الكلب يشرب منها. ده بالنسبه للبرمنجانات البوتاسيوم اي عمر. تاني حاجه نجيب حاجه اسمها ديفارول اس حقن، من عمر شهرين لست شهور نص الحقنه في العضله وما اديش تاني. طيب من فوق ست شهور لما لا نهايه بديله الحقنه كامله وما اديش تاني، والحقنه في الوقت اللي انا بدي فيها ما اديش اي حاجه تانيه انا اقول لك عليها، تمام؟ دي تاني حاجة. تالت حاجة كل اللي انا بقولك عليه ده هيتكتب في صندوق الوصف.
تالت حاجة بجيب أعشاب الشيح، بجيب أعشاب الشيح. أعشاب الشيح بتجيبها، بتجيب بخمسة جنيه أعشاب شيح، لو أنت عندك كمية جيب زي ما أنت عاوز. المهم اللي أنت بتجيب أعشاب الشيح من عند العطار، قول أنا عايز أعشاب الشيح البري أو الأعشاب الشيح اللي هي النظيفة، تمام؟ بتجيبها يا باشا وبتنقعها في مية، تمام؟ لمدة نص ساعة، تمام؟ وبعد كده بتحطها على المية تتغلي، بتحطها على النار تتغلي لحد ما تتغلي كويس، وبعد كده تنزلها تصفيها وتبرد وتسحب بالسرنجة. كل كلب عندك 10 سنتي. لو كلب من عمر شهرين لست شهور، لو عمر شهرين بدي 2 سنتي في بقه أو 3 سنتي في بقه، تمام؟ مرة كل يوم، مرة كل يوم على الريق كده على الصبح كده، أول ما تصحى كده يا باشا تقوم واخد الكلاب بتاعتك. لو الكلاب من عمر شهرين بدي 3 سنتي في البق، تمام؟ لحد مثلا 3 شهور او 4 شهور. فوق ال 3 4 شهور بدي 5 سنتي، بدي 5 سنتي او 10 سنتي، ما يضرش الشيح ما بيضرش، انا ما تقلقش. انما كل ما يكون العمر صغير لسه الجرو 40 يوم 50 يوم شهرين، بدي له 3 4 سنتي بس في البق، يعني بدي له اللي انا ايه ببتدي اطعمه شويه كده، تمام؟ مره مرتين في اليوم، ويستحسن هي مره الصبح على الريق. ده بالنسبه للشيح. طب فوق الست شهور بدي 10 سنتي لما لا نهايه زي ما انا عاوز، ما بديش زي ما انا عاوز بدي، ما فيش فيها ضرر ولا اي حاجه. ده بالنسبه لاعشاب الشيح. قلنا الديفارول اس، قلنا البريمنجانات البوتاسيوم. طيب ايه تاني بجيب يا باشا؟ حاجه من الصيدلية البشري اسمها اميو جارد، اميو جارد، اميو جارد اكياس، اميو جارد اكياس. العلبه فيها 7 اكياس، كل يوم كيس، كل يوم كيس. الكيس بيتدوب على 100 ملي ميه، الكيس بيتدوب على 100 ملي ميه، واسحبه بالسرنجه واديه للكلب في بقه مهما كان هو ايه العمر. لو عندك نتايات حوامل تديها لها، تدي له في بقها. لو عندك اي مش اي اعمار مفيش في منه، مفيش يعني مفيش ضرر منه، مفيش موانع استخدام منه، تمام؟ ده بالنسبه لاميو جارد، اميو جارد. الاميو جارد كل يوم كيس لمده 7 ايام، لازم لمده 7 ايام. ده بيرفع المناعه لان هو بيحتوي على لبن الصرصوب، واللبن الصرصوب طبعا مهم جدا بالنسبه للكلاب، لان هو عنده اللبن الصرصوب ده يا جماعه بيبقى فيه كميه من الامان وكميه من واقي للفيروسات والبكتيريا والكلام ده كله. طيب الحاجه الثالثه معانا النهارده او الرابعه معانا النهارده، لاكتوفيرونال، لاكتوفيرونال 23، لاكتوفيرونال 23 ده عباره عن اكياس، كيس من فوق الست شهور، كيس كل يوم من فوق الست شهور لما لا نهايه، كل يوم كيس، تمام؟ لو اقل من ست شهور نص الكيس، لو اقل من ست شهور نص الكيس، تمام كده يا جماعه؟ لو اقل من الست شهور نص الكيس يتدوب برضو على 100 ملي ميه، او يتحط على زبادي، يتدوب على 100 ملي ميه او يتحط على زبادي او لبن، مفيش فيه مشكله خالص. وبتديه للجارو في بقه لو هو عمره صغير، او لو هو عمره كبير بتديه على لبن يشربه، او بتديله بالسرنجه في بقه. ده بالنسبه اللي انت كده بتعمل جدار واقي وحمايه من اي بكتيريا او اي فيروسات، بحيث البرد او الموجه البرد اللي احنا بنعيشها دلوقتي ما تتهددش الكلب بتاعك، ويحصل له نزلات برد وتخش في موجة تانية خالص، او بتخش في موال تاني مع الكلب. ان شاء الله وبامر الله كده انت كده بتحمي كلبك. قلنا كده انت بتحمي كلبك بالبرمنجات البوتاسيوم، الشيح، ديفارول اس حقن، قلنا اميو جارد اكياس، ولاكتوفيرونال، لاكتوفيرونال 23، تمام؟ ده بالنسبة اللي انت عشان تحمي كلبك. ان شاء الله وبامر الله هننزل لكم فيديو، عشان لا قدر الله لو حد جات له للكلب بتاعه، جاله للكلب بتاعه موجة برد، او عنده برد شديد، او برد في المعدة، او اي حاجة، هننزله فيديو ان شاء الله امر الله قريب ان شاء الله امر الله، بحيث ان انت تعالج برضه. انت كده نزلنا الوقاية وهننزل لك العلاج ان شاء الله بامر الله. تحياتي للجميع مربين الكلاب وغطي الكلاب في مصر والوطن العربي، تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.